بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا القريب والبعيد وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة التابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره. والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 و100، فسأله رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص. قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه، وأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول،
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم. فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر، فوالله لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا، ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم آباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده قال الله لهم قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سفيان فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية. حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الأعلى عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق ابن شهاب قال قال يهودي لعمر رضي الله عنه لو أننا نعلم في أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن عباس رضي الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا، فقال لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. قال محمد بن الحسين هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. باب على كم بني الإسلام. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وحدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الأشناني
الكوفي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. باب: ذكر سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عمر فلبثت ثلاثة ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويبتغون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترد الأمة ربتها وأن يرى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثة ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن داود الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إن عندنا بالعراق رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال لبيك. قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإيمان؟
قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. قال: صدقت. أخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال: حدثنا حسن الزعفراني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا العوام بن حوشب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة. فقال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، تدري من الرجل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: أنبأنا خالد يعني الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحاشية: السقل لغة في الصقل، والصقل الجلاء، وأيضا وأصل الرين الطبع والتغطية، ومنها قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، أي طبع وختم. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيع الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وحدثنا أيضا الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: الإيمان يزداد وينقص. وأخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزداد وينقص. قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد
قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حدثنا جعفر حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله تعالى. وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبانا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا فراس قال: سمعت مدرك بن عمارة يحدث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه يعني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا أبي عن فضيل بن يسار قال: قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: فدور دارة فقال: هذا الإسلام. ثم دور حولها دارة فقال: وهذا الإيمان محظور في الإسلام. فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي القلاس قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه، قال: رجع إلى الإيمان. قال محمد بن حسين: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب، ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. وحدثنا أبو نصر أيضا قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أنبانا العوام قال حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فرقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. في الحاشية: نزه أي نزيه وبعيد عن الذنوب. وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن الدلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه نور الإيمان، فإن تاب أعيد إليه الإيمان. قال: وحدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن رجع راجعه الإيمان. حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. قال محمد بن حسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا في القرآن كثير. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان لوين يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرأون القرآن فزادهم إيمانا؟ في غير موضع قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. حدثنا عمرو بن أيوب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخرد العطار قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية
قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان قال حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي قال حدثنا فديك يعني بن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. قال وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال يزداد إيمانا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه المسلمون أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله عذاب عظيم، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآية. وقال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر الحديث. فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى تفلحون، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه. وبالله التوفيق، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء إلى المتقون. قال محمد بن الحسين: سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: إن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى ختم الآية. قال محمد بن الحسين: وبهذا الحديث وغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل، وجاء به من طرق. حدثناه أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق، وذكر هذا الحديث. وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق، وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال يعني الرجل: ليس عن البر سألتك. قال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال ادنو مني، فدنا منه، فقال: المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو بها، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عاقبتها. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة ونجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل. نعوذ بالله من قائل هذا، فإن قال فاذكر هذا الذي تثبته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، قيل له: نعم، والله الموفق لذلك والمعين عليه. قال الله تعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إلى قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وقال تعالى في سورة المائدة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة الأعراف: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إلى أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. وقال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال محمد بن حسين: اعتبروا رحمكم الله ما تسمعون. لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده، حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا معه، ماذا قال فيهم؟ وهو قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا، فقال فيهم قولا أعظم من هذا، وهو قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه، فقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال محمد بن حسين: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يجوز غير هذا، ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. وقال في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة سبحان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى قوله: وحسنت مرتفقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في سورة طه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى قوله: وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، الآية. وقال تعالى في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار،
إن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وقال تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة سبأ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى في سورة فاطر: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إلى قوله: أجر العاملين. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا، إلى قوله: مثوى لهم. وقال تعالى في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة إذا السماء انشقت: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إلى قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال محمد بن الحسين ميز رحمكم الله قول مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أنه يرفع إلى الله تعالى بالعمل، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه، ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا أبو عبيد الناجي أنه سمع الحسن يقول قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنحب ربنا، فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه، فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله تعالى أولئك الذين صدقوا، يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال ربيع بن أنس وكان الحسن يقول الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال محمد بن حسين وكذا ذكر الله تعالى المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخولهم الجنة، فقال وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا في القرآن كثير يطول به الكتاب لو جمعته، مثل قوله في الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومثل قوله في سورة قاف وفي الذاريات والطور مثل قوله إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وقال في سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد بن حسين كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى ابن السكين البلدي قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة. أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أنبأنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل، قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل، وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل، قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل، قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل، قال وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمر بن سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعته أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل
يزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال: الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل. فقال: نعم. وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. باب ذكر كفر من ترك الصلاة. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت ابن جريج سمع أبا الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعود عن القاسم قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: الكفر ترك الصلاة. حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال أخبرنا سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو وابن عباس فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة الصلاة. فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى والجرح يثعب دما. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: الصلاة هالله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا قال لا أصلي فهو كافر. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة،
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال نجات. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا رضي الله عنه وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. قال محمد بن الحسين هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة رضي الله عنه وقوله لرجل لم يتم الصلاة لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله عن بلال رضي الله عنه وغيره، ما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، وما تقوم على ذلك. فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وبالله التوفيق. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. قال محمد بن الحسين من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا، فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تعالى أنهم داخلون. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. قال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ وقال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. قال محمد بن حسين وهذا مذهب كثير من العلماء وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له فيقولان له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، ويقال للكافر والمنافق على شك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ فقال أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل إنما الناس رجلان مؤمن وكافر، فقال أبو عبد الله فأين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء،
قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقص، أو قال: إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فليس هو بشاك. قيل له: إن شاء الله، أليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ وفي علمه أنهم يدخلون. وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شك هاهنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وسمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى، ونرجو أن نكون كذلك. وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل: مؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. وقال: إن شاء الله، ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أحمد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل. وسمعت أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنا عند الله تعالى. وسمعت أحمد قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ينكر أن يقول: أنا مؤمن. حدثنا جعفر الصندري قال: حدثنا فضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يذكر قال: كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: يقول نحن المؤمنون؟ قال: يقول نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال: لا. وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمار بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. قال أبو بكر المروذي: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه: أهو في الجنة أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال: ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ وحدثنا أيضا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله تعالى. حدثنا أبو بكر أيضا قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت أن لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك. وإن أجبته فقل: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه، فلا بأس به. واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم. واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. حدثني عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة،
وقال: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. وبإسناده قال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كريهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. وبإسناده عن أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازعك الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله تعالى في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. حدثنا ابن عبد الحميد
قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا لضلال، ما بال 5 صلوات، وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات 5، وإنما هما صلاتان. وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى، فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال: قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال: سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال: من قال إن الإيمان قول. حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال محمد بن الحسين: من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء، وخرجت من قول المسلمين، وكفرت بالله العظيم. فإن قال بماذا، قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم، أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خالف الله عز وجل ورسوله. قال الله تعالى: لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وقال: من ترك الصلاة فقد كفر. قال محمد بن الحسين: ومن قال الإيمان المعرفة دون القول والعمل فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولازمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا، لأنه قد عرف ربه، قال: ربي بما أغويتني، وقال: ربي فأنظرني. ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله، ويقال لهم: أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشة لعنة الله. بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد
قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان، هذا كله مذهب أهل الإرجاء. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال: كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. فغضب عبد الله بن أبي مليكة وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام، حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان لا ولا كرامة ولا حب؟ قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. قال محمد بن حسين: من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله تعالى، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء، هذا منكر. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقال لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل، إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فوعدهم عز وجل كلهم الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعب الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. تم الجزء الثالث من كتاب الشريعة بحمده ومنه، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم. يتلوه الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله.